وما أروع المثل الذي ضربه الله جل وعلا للموحد والمشرك، وأمثال القرآن من أولى ما يعنى به طالب العلم، لأنه بالمثال يتضح المقال. والله جل وعلا قال عنها: وما يعقلها إلا العالمون. يعني تمر على المثل ولا تفهمه وتدعي العلم، هذا منفي في القرآن. فعلينا أن نعنى ونهتم بهذه الأمثال، أمثال القرآن. ما أروع المثل الذي ضربه الله جل وعلا للموحد والمشرك، قال جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا أي للمشرك والموحد رجلين مملوكين، هذا مملوك وهذا مملوك، لكن هذا مملوك لشخص واحد وهذا مملوك لأشخاص. رجل فيه شركاء متشاكسون أي سيئوا الأخلاق يتجاذبونه ويتعاورونه في مهمات مختلفة. إذا أرسله أحدهما إلى المحل فلان قال: لا أرحل المحل فلان. إذا فعل قال الثاني: لا لا تفعل هذا، فعل كذا. إذا لبس قال: لا لا تلبس هذا الثوب، لبس الثوب، وهكذا. واحد يأمر واحد ينهى. شركاء متشاكسون أي سيئوا الأخلاق يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة، فلا يزال متحيرا متوزع القلب لا يدري أيهم يرضي بخدمته وعلى أيهم يعتمد في حاجته. ورجلا سلما لرجل أي خلص ملكه له، لا يتجه إلا إلى جهته ولا يسير إلا لخدمته، فهمه واحد وقلبه مجتمع، همه واحد وقلبه مجتمع. هل يستويان أي صفة وحالا أي في حسن الحال وراحة البال؟ كلا. وهكذا حال من يثبت آلهة شتى، لا يزال متحيرا خائفا لا يدري أيهم يعبد وعلى ربوبيته أيهم يعتمد. وحال من لم يعبد إلا إلها واحدا، فهمه واحد ومقصده واحد، ناعم البال خافض العيش والحال. والمقصود أن توحيد المعبود فيه توحيد الوجهة ودرء الفرقة، كما قال جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟